بنتكلم اليوم عن فرانكنشتاين السينما. حاب أشكر شركة AAB World وأيضاً كانون ميدل إيست لتوفيرهم هذه الكاميرا. وبنهاية الفيديو بقدم لكم هدية صغيرة أتمنى تعجبكم. خلكم معنا. كاميرا EOS C70 الأولى من نوعها أطلقتها شركة كانون بمواصفات سينمائية جبارة تعادل لاين السينما مالهم اللي هو C300 وغيرها، لكن بسعر أقل وحجم مقارب لكاميرات DSLR. عشان كذي أطلقنا عليها اسم فرانكنشتاين السينما. الكاميرا حجمها 160x130 ملي، يعني أكثر من الـ 1 DC، ووزنها تقريباً 1190 جرام بروحها و1620 جرام مع قضبة الإيد وميموريتين وبطارية والتوب هاندل وأيضاً المايك هولدر، وهي مخصصة للفيديو فقط، يعني مصورين الفوتو هذه مو حقكم، مع أن شكلها يوحي أنها كاميرا فوتو. لو تشوفون شكلها كأنها كاميرا فوتو. تقدر تستعمل هذه القلبة، وأنا استعملتها ووايد حبيتها وخففت علي الاهتزازات لما نكون ماسكها بالإيد. وإذا أنت متعود للتوب هاندل للفيديو فلها توب هاندل مع المايك هولدر يوم معها بالكرتون اللي هما هذولي، تحطه بالكولد شو وتفر البرغي وانتهينا. كنت حاط إضاءة هناك بس سكرت، ما توقعت إنه ما فيها بطارية. وكذي تقدر تتحكم فيها من التوب هاندل، تقدر تمسكها بهذا الشكل أو بهذا الشكل. سنسر الكاميرا حجمه سوبر 35، وهذا الحجم من السناسر وهو أساس السينما في العالم. قبل العالم الرقمي كانت الأفلام تتصور بفيلم كودك 35 اللي هو نفس حجم هذا السنسر، وفي هوليوود استعملوا هذا الحجم من السناسر في تصوير أفلام مثل لينكولن و 300 وأيضاً البعض من سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean وغيرها الكثير من الأفلام. الكاميرا تصور 4K إلى 120 فريم من غير كروب، وتصور 2K و Full HD إلى 180 فريم مع كروب، يعني تقريباً بيكون السنسر كأنه حجمه 16mm إذا بتصور 180 فريم. سنسر الكاميرا يدعم خاصية Digital Gain Output اللي هو DGO. نقدر نعتبر هذه الخاصية كأنها HDR لكن للفيديو. كل بيكسل بالسنسر يلتقط فريمين بنفس الوقت، فريم ذات Saturation أي تشبع ألوان عالي، والفريم الثاني ذات Noise أقل، ويندمجون مع بعض فتطلع عندك تفاصيل أكثر من الظل والضوء في الفيديو، وأيضا حدة أكثر ونويز أقل. هذه الخاصية خلت الكاميرا تقدر تعطيك 16 ستوب من الدايناميك رينج. المختصر المفيد وايد حلوة باللو لايت، لكن حط في بالك إذا صورت بفريمات عالية يعني 60 فريم وصاعد راح تطفي هذه الخاصية. الكاميرا تصور لوج، يعني عندك C-Log 2 إذا بتستعمل كل الدايناميك رينج، وC-Log 3 تقريباً بيعطيك 14 ستوب of دايناميك رينج، وعندك أيضاً BT-709 وPQ وأيضاً HLG Profiles. الكاميرا تستعمل RF Mount، وهي تعتبر أول كاميرا سينمائية من كانون تستعمل هذا الماونت. طبعاً تدرون أن هالماونت خلى المسافة بين العدسة والسنسر صغيرة، فالشركة صارت تقدر تسوي عدسات بسرعة أكبر، يعني تقدر تدخل ضوء أكثر وأيضاً بحجم أصغر وبسعر أقل. وإذا ما كان عندك هذه العدسات لا تحاتي، الشركة أصدرت أدابتر يعتبر سبيد بوستر، منها تحط عدساتك على الكاميرا وبيعطيك ستوب زيادة من الإضاءة، يعني بيعطيك إضاءة أكثر، وأيضاً يكبر الفيلد أوف فيو يخليها مقاربة حيل لكاميرا الفول فريم، ويجي معاها مثبت تركبه على الكاميرا ويصير كأنه جزء من الكاميرا. الترند حاليا ان اغلب الكاميرات فيها فليب سكرين، فليش ما تكون شاشات الكاميرات السينمائية ايضا فليببل، يعني تقدر تلفها. هالكاميرا فيها فليب سكرين فراح تسهل عليك وايد امور بالتصوير، خاصة اذا كنت متصور بروحك تقدر تضبط المشهد وتشوف الشاشة بنفسك.
مو بس مسهلين عليك هالشيء، بدل ما تشتري عندي فلترز وايد وكل واحد على حسب حجم العدسة، أو تركب كيج على الكاميرا عشان تقدر تحط الـ ND filters وتبدلهم. الكاميرا فيها built-in ND filters يصل إلى 10 stops، الـ 2 والـ 4 والـ 6 stops من غير ما تشغل الـ extension ND filters بالمنيو، وبضغطة زر تقدر تزيد أو تقلل قوة الـ ND، ولما تشغل الـ extension بالمنيو تقدر توصل لـ 8 و 10 stops of ND filters. يعني الكاميرا تقدر تستعملها بأي situation يحوشك، سواء الشمس كانت حيل عالية أو بالتصوير الليلي. فوكس الكاميرا وايد وايد قوي، لأنها تستعمل دول بيكسل أوتو فوكس الخاص في كانون، وأيضاً فيها فيس ريكوجنيشن، وتقدر تتحكم بسرعة الانتقال من نقطة فوكس إلى نقطة أخرى وتخليها سموث أكثر. فيها نظام جديد أول مرة يطبقونه، وهو الـ ITR أوتو فوكس سيستم. هالنظام يستعمل ديب ليرنينج تكنولوجي مع الفيس ريكوجنيشن، عشان حتى لو اللي قاعد تصوره قلب راسه، الكاميرا راح تسوي فوكس على راسه وراح تلحقه وين ما راح. منطقة الفوكس تغطي 80% من السنسور، يعني إذا بتصوره بهذه المنطقة أنت بتكون بالسليم، بالأساس ما تحتاج تصور أو تسوي فوكس على أطراف الفريم. وحتى لو صورت الأوتو فوكس بيطلع لك أسهم تسهل عليك المانوال فوكس، وبالنسبة لي هالنظام وايد أدق وأرتب من الفوكس بيكينج. في شغلة وايد حلوة، حتى لو قاعد تصور سلو موشن الكاميرا تسوي اوتو فوكس، وهالشي مو كل الكاميرات يسوونها. بطارية الكاميرا من نوع BPA، يعني تقدر تستعمل الـ BPA 30 اللي اوريدي حاطينه بالكرتون وتدوم معاك الى 3 ساعات متواصلة، وتقدر تركب عليها الـ BPA 60 وبتدوم معاك اكثر. طبعا تقدر تصور فيها unlimited footage وما راح يصير لها overheating، يعني على حسب مساحة التخزين والبطارية راح تقدر تصور. على طاري مساحة التخزين، تقدر تحط لها كرتين SD UHS 2 اللي هم SD العاديين، ممكن تستعملهم بحيث إذا خلصت SD الأول تكمل تصويرك على الثاني، أو تستعمل الثاني كباكب وتصور على الاثنين. لكن أفضل أنك تخلي الكرت الثاني لفوتج بجودة وحجم أقل تعتبره كبروكسي، عشان يسهل عليك المونتاج، بحيث أنك تستعمل البروكسي لما تسوي إدت، وإذا بتسوي رندر تستعمل الفوتج الأصلي. زين شلون على الصوت؟ الكاميرا فيها منفذين ميني XLR، وأيضا منفذ مايك جاك 3.5، تقدر تتحكم فيهم بالكاميرا عن طريق الأزرة اللي ورا الشاشة. تقدر تزيد أو تقلل الجين، وتشغل الباور أوتبوت إذا كنت حاط شوتجن مايك يحتاج باور. لما تصور سلو موشن راح تصور لك الفيديو وأيضا الصوت، لكن الصوت راح يكون بملف منفصل، وبيكون التايم لاين ماله نفس الوقت الطبيعي، عشان إذا تبي تسوي سبيد رامب أو غيره بعدين بالمونتاج. وفي منفذ فول سايز HDMI، مو الميني ولا المايكرو، الفول سايز، وهذا شيء وايد حلو. وفيها منفذ USB-C لتبادل البيانات، وأيضا فيها على الجنب فتحة كوارتر 20 عشان تقدر تركب الكاميرا بالطول لفيديوهات السوشيال ميديا، تركبها كذي. وبدال ما تلف راسك لما تسوي هالحركة بالمنيو، تقدر تسوي روتيت للمنيو كامل 90 درجة. الكاميرا فيها ديجيتال ستابلايزر، تقدر تشغله بالمنيو وراح يسوي كروب خفيف عشان تسوي لك الستابلايز. جربتها مع عدسة اوريدي فيها ايمج ستابلايزر، وطلع الفوتج وايد وايد سموث. انصح تستعمل الدقمة رقم 11 او 12، خليها هي اللي تشغل وتطفي الاستابلايز، عشان تغير براحتك اذا عندك مقاطع تبي تمنع فيها الاهتزاز، ومقاطع ثانيه ما تحتاج تمنع الاهتزاز. هذه دقمة 11 وهذه دقمة 12. وعلى فكره كل الدقم اللي عليها ارقام تقدر تسوي لها كاستمايز وتحط الفانكشن اللي تبي، يعني عندك بحدود ال 13 دقمة كاستمايزبل. مو بس كذي، كل شيء تقدر تسوي له كاستمايز، حتى الدايلز اللي ورا واللي فوق، كل شيء. الكاميرا ايضا فيها كوركشن بروفايلز، طبعا اذا كانت العدسه كومباتبل مع الكاميرا راح تتبادل البيانات بينها وبين الكاميرا. اذا كان فيها العدسه بريفرال اليمينيشن او كروماتيك ابريشن او حتى ديستورشن، تقدر بالكاميرا تشغل كوركشن لكل واحده منهم، وفيها بروفايلات ثانيه وايد للكوركشن، فهالشيء وايد وايد حلو. خلينا نقول لكم عن مودات التصوير بالكاميرا. عندك المود الطبيعي، وعندك السلو اند فاست موشن، هذا السلو موشن اللي من غير صوت، والS and F slash audio هذا يصور لك سلومو مع صوت اللي قلنا فايل بروحه. وأخيرا عندك البري ريكورد مود، هني بس تطق دقمة التصوير
الكاميرا اوريدي مصوره قبل لا تطق الدقمه بثلاث ثواني، بس هذا طبيعي بيزيد الحمل على البطاريه، فانصح تطفونه الا بالحالات اللي تشوفون انكم محتاجين لهالشيء. تقدر تغير بكروب السنسر من سوبر 35 الى 16 mm، وهني تقدر تصور 2K بصيغه اللو جي او بي وتستمتع بال 180 فريم. واذا خليته سوبر 35 عندك خيارات وايد للتصوير، منها ال 4K انترا فريم وهو اقوى ريزولوشن واكبر حجم للفايل، وعندك ال 4K لونج جي او بي وحجم الفايل بيكون اقل وبيانات اقل. طبعا هالشيء ينطبق على كل الريزولوشنز اللي موجوده بالكاميرا، ال 4K واللي اقل من ال 4K بشوي، وال 2K والفول اتش دي والاتش دي العادي. وعندك خيارات ايضا لفورمات الفيديو، منها الاكسف 10 بت وهذا ايضا اكثر كواليتي والوان، وعندك الام بي 4 422 10 بت وال 420 10 بت وايضا ال 8 بت. الحين تخيل قاعد تصور وفجاه طفت البطاريه او فصلت، هقا بيروح عليك التصوير؟ طبعا لا، بس تبطل الكاميرا راح يطلع لك اوبشن اذا تبي ترد الفوتج اللي كنت تصوره، تطق يس وتنطر شوي لين يسوي ريكفري حق المقطع. نايس. تخيلوا غير ان الكاميرا تطلع لك نويز اقل، تقدر بالمنيو تحط اوبشن انك تخفف النويز زياده عن طريق السبيشل فلتر. برافو كانون. بعد ما استعملت الكاميرا ودي اقول لكم شنو الاشياء اللي ودي تكون موجوده بالكاميرا او ان يحطونها بفيرمر ابجريد. لو يخلون منفذ اليو اس بي سي حق شحن الكاميرا وتشغيلها خلال باور بانك بيكون الوضع ممتع، وايضا لو هالمنفذ اللي هو اليو اس بي سي اقدر احط اكسترنال اس اس دي واصور على الهارد ديسك الخارجي، بس ما اتوقع احتاج شيء ثاني. انزين حق منو هذه الكاميرا؟ اي واحد حاب يدش بالتصوير السينمائي سواء للسفر او دوكيومنتريز او مقابلات او حتى رننج جان فيديو سيشن، فرانكنشتاين السينما موجود لخدمتك وامتاعك بالنتائج. بالنهايه كان مسوينها كانتري ليفل سينما كاميرا. قبل لا انهي الفيديو حاب اقدم لكم خصم 10% على منتجات مختاره تلقونها بصفحتي الخاصه بموقع AAB، بحط لكم اللينك بالبايو. دشوا الصفحه وشوفوا شنو المنتجات اللي اخترتها لكم، واذا عجبكم شيء حطوه بالسله وكتبوا كود الخصم انصاري، وعليكم بالف عافيه. اتمنى استفدتوا من هذا الفيديو، واذا عجبكم سووا شير لايك كومنت وشكرا. عفوا.